محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اليوم سعيد بوجودي ضمن هذا الجمع الذي تتنزل عليه الرحمات بذكر الصالحين. أما إن محبة العترة الشريفة وتوقير الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من ضروريات الدين التي تطابق فيها مقتضى العقل والنقل. وبما أن العلماء الأجلاء والمشايخ الكرام قد استوفوا أو تحدثوا بما لا مزيد عليه في المسائل العلمية، فإن هذه البلاد اشتهر أهلها بالشعر، وإن كانت شهرتهم بالشعر لا تخلو من مبالغة شيئا ما، فإنهم استحسنوا التعبير بالشعر عن مشاعرهم. واستحسن هنا في آل البيت العترة الشريفة وفي الصحابة أبياتا ظريفة وجدتها لبعض الشعراء. أحدهم هو ابن عماد الدمشقي الحنفي الذي ضمن بيتين لأبي تمام قالهما في سليمان بن وهب وأخيه الحسن بن وهب. وهذان البيتان لما سمعهما بعض الأفاضل قال لو قالهما في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا، فهم أولى الناس بذلك. والبيت الذي زاد على البيتين هو قوله صح عندي في حب آل حبيبي ثم آل الصديق قول حبيبي، أي قول أبي تمام، إن شعبا حلوا به حيث كانوا هو شعبي وشعب كل أديبي، إن قلبي لهم لكالكبد الحرى وقلبي لغيرهم كالقلوب. ما قال بعض الشعراء أيضا في الصحابة رضوان الله عليهم لائمي في هوى الصحابة ارجع إلى سقر، لا بلغت المنى ولا نلت من رفضك الوطر، كيف تنهى عن حب قوم هم والبصر هم سادة الورى وهم صفوة البشر. أما القصيدة التي قلت في هذا الموضوع فهي إلى مثلها فليعمل الآمل النجم تجوب الثنايا والمحانية والسهبة، وتعرض للركب الحجازي علها تعلل من مسرى النسيم إذا هبى، وتطوي من التاريخ سود صحائف لترفع عن بيض الليالي به حجبا، وتلقي رحال القوم في جانب الحمى وترمي به الأنساع والشكل والقتبى، وتكسر من صداء أظماء سيرها وترعى به القيصوم والشيحة والأباء، وتكسر من صداء أظماء سيرها وترعى به القيصوم والشيحة والأباء، وتنقع من ذكر النبي وآله قلوبا وتحدو من شمائلهم ركبا. هنالك حيث الحب والصدق والوفاء مقام طوى سلطانه الشرق والغرب، وحيث كتاب الله نور وعترة تساقط منظوم الهدى لؤلؤا رطبا، هما ثقلا هدي النبي تلازما إلى أن يروا من حوضه المورد العذبا. أولئك قوم أذهب الرجس عنهم وطهرهم من أرسل الرسل والكتبا، لهم شرف الأصلين دين ومحتد، فلا شرف عنهم أبر ولا أربى، يطيب لسان المرء عرفا بذكرهم ويعلو بما من حبهم خامر اللبا، وما الرفع إلا للذي قد أحبهم وما الخفض إلا للذي انتهج النصبا. وحق لمن فضت خواتم بثه على ذكر أهل البيت أن يذكر الصحبة، نجوم الهدى الله الله فيهم، فلن تبلغوا مهما بلغتم لهم كعبا،
وكيف يسير النمل شأوا مع القطا، وأن لذي حصباء أن يقذف الشوبا. أحب لحب المصطفى أهل بيته، وما سألوا إلا المودة في القربى، وهم عرضوا دون النبي نحورهم، ولم يرهبوا في الله طعنا ولا ضربا، وكانوا لذاك البدر في السلم هالة، وكانوا رحا في الحرب كان لها قطبا. وكانوا لذاك البدر في السلم هالة، وكانوا رحا في الحرب كان لها قطبا، وهم حملوا الشرع القويم، وبلغوا عن المصطفى التحريم والفرض والندبا، وقد صدقوا ما عاهدوا الله ربهم عليه، ولم يألوا إلى أن قضوا نحبا. فتوقيرهم حتم على كل مسلم يخاف غدا من كسبه مرتقا صعبا. على ذلك العهد الزكي تحية ينال بها النائي على نئيه قربا، وطوبى لمن يسعى لنصرة أهله، فنصرة أهل الحق محمودة العقبى. صلاة وتسليم على خير مرسل وآل وصحب ما دعا المرء أو لبى. انتهت القصيدة، وانتهز الفرصة لتوجيه الشكر إلى الحاضرين وإلى المدرسة الربانية للعلم والمعرفة بالله على المساهمة في إنجاح هذا المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.